دعينا لورشة اليوم عدد من مؤسسات طول كرم النسوية وأيضا قاضي الشرعي في طول كرم زائد أشرفه بالحي المركز الإرشاد القانوني للمرأة من أجل بحث قضية هامة وحساسة على مستوى مجتمعنا الفلسطيني وهي قضية الميراث. هاي القضية اللي هي بنعتبرها حق أساسي من حقوق المرأة الفلسطينية، لكن نلاحظ أنه عند المطالبة بهذا الحق يوجد دائما العديد من الإشكالات في هذا الموضوع، إضافة لهيك جروح عدد كبير من النساء عن الإقلاع في مطالبة في حق من حقوقهن الأساسية. فجلسة اليوم هي خصيصا راح تبحث وضع آليات تنفيذية من أجل كيفية الوصول إلى هذا الحق بأقل الخسائر للنساء، لأنه هذا الحق كفلته كافة الأديان السماوية وأيضا كافة القوانين الوضعية. احنا اليوم موجودين بمحافظة طول كرم للحديث عن موضوع المرأة وإحقاق حقها في الميراث. تحدث عن الأبعاد التي تحول دون حصول المرأة على حقها في الميراث فيما يتعلق في البعد القانوني أو البعد الاجتماعي أو الأبعاد الأخرى، واليوم راح نحاول نكون في هذه حلقة النقاش الموجودة لطرح بعض أفكار جديدة حول كيفية إخراج النساء من حالة عدم حصولهم على الميراث من خلال بعض الأفكار اللي ممكن تكون من خلال إنشاء دوائر خاصة بتنفيذ الميراث لدى وزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية اللي راح تخرج النساء من هذا البعد الاجتماعي القاتل في عدم حصولها على موضوع الميراث. إن شاء الله اليوم من خلال هذه الورشة مع فضيلة القاضي اللي موجود معنا والأخوات الموجودات كمحامين ومحاميات موجودين، ممكن إنه إحنا نعمق الفكرة أكثر، نطورها أكثر للوصول إلى إن شاء الله لحلول ناجعة نقدر من خلالها إنه النساء تتمكن من حصول على حقها في الميراث.